أول مرة نزور المتحف يعني الفترة كلها هذه مغلقة فما قدرنا نشوف آثارنا تراثنا بس إحنا كلش سعيدين وفرحانين وإن شاء الله يعني راح أبلغ أصدقائي أبلغ أقربائي اللي مهتمين يجون يزورون نشوف هذا الشيء الجميل والبديع حقيقة اللي كل العالم يفتخر بحضارته وثقافته وإحنا جزء من هذا العالم وثقافتنا هي أعرق كل الثقافات. يعني كنا مفتقدين صراحة يعني صار فترة أريد أجي بس كل ما أريد أجي قالوا كان مسدود يعني هسه بس أول ما فتح قررنا نجي ونجيب لأولادهم حتى يتعرفون شوية على الثقافة. المتحف العراقي أغلق بسبب انتشار جائحة كورونا وخوفا على المواطنين من الكثافة السكانية التي تزور المتحف العراقي ربما قد يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس اللعين. فبعد ذلك ارتأت الوزارة والهيئة بافتتاح المتحف العراقي مرة ثانية والآن أبواب المتحف العراقي مفتوحة أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا إلى 1 مساء إلى 1 بعد الظهر والجمهور الآن يزور قاعات المتحف العراقي ليتفرج على كل الحضارة العراقية.